أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين الموقر أن البحرين وهي تحتفل في هذه الأيام بالأعياد الوطنية تعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا وتحقيق منجزات جديدة تضاف إلى المكتسبات العديدة التي تحققت في مختلف المجالات. وقال سموه إن العيد الوطني وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هو يوم عزيز من أيام مملكة البحرين، وأن الآمال كبيرة بأن بحرين المستقبل ستكون أكثر أمنا واستقرارا وعطاء عبر وعي جسور وخطى واثقة وجهد إيجابي قائم على قاعدة من العمل الوطني. وأكد سموه أن البحرين وهي في عيدها الوطني تتطلع بآمال كبيرة نحو المستقبل وتأخذ بأساليب العصر الحديث في التقدم والنماء، وستظل تبذل الجهد المتواصل بقيادة جلالة الملك المفدى والحفاظ على وحدتنا الوطنية في تماسك ووعي من أبناء البحرين. وأشار سموه في تصريح لصحيفة اليوم السعودية إلى أن تاريخ مملكة البحرين هو سلسلة مترابطة من العمل الوطني والجهد الدؤوب للوصول بمملكة البحرين وشعبها الوفي إلى المكانة التي تستحقها، مؤكدا سموه أن الأجداد والآباء أرسوا ورسخوا قواعد متينة وقوية يواصل الأبناء اليوم البناء عليها مواكبة للمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم. وقال سموه إننا نواصل الإنجاز والبناء والسير بثبات وثقة نحو تجديد الحياة ودفع عجلة التنمية وتحقيق الإنجاز تلو الآخر لخير ورفاهية شعب البحرين. وحول العلاقات البحرينية السعودية، أكد سموه أن مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الراسخة في خدمة الأمتين الإسلامية والعربية هي علامات مضيئة في تاريخ المنطقة والعالم، فهي بلد الحزم والعزم في التعامل مع مختلف القضايا، خاصة تلك التي تمس أمن واستقرار المنطقة وتهدد المسيرة التنموية لشعوبها. وأعرب سموه عن ثقته في أن المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبشراكتها وتحالفاتها الفاعلة عربيا وإسلاميا ستتمكن بعون الله من الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم وتعزيز مكانتها الاستراتيجية على كافة الأصعدة وتحقيق الغايات والطموحات الواعدة لرفاه وازدهار شعوبها. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية. وقال سموه إن المملكة الشقيقة هي دوما السند والداعم الكبير لمملكة البحرين، ومواقفها تنبع دائما من أصالة عربية لا تتبدل مع الأيام وسياسات ثابتة تقوم على أسس متينة وتستند إلى جذور عميقة رسخها الآباء والأجداد.